الاضطرابات ديال الطقس هي اولا هذا الحراره اللي كانت نشوفوها خصوصا الدنيا ماشي اعتياديه، فاثرت اولا على محاصيل ديال الخضر فيما يخص النضج ديالها، فيما يخص يعني الجني ديالها والتنظيم والاستمراريه ديال الجني. ملي كنشوفوا مثلا المطيشه شهر نوفمبر اكتوبر، المطيشة كانت كدير 2 دراهم وكانت هابطة. علاش؟ لأن الحرارة كانت طالعة، كان الجني بزاف واليوم الحرارة هابطة، دونك ما كاينش الجني. أما الإنتاج كاين، مساحة عندنا 400 هكتار أكثر من السنة الماضية، دونك كاين واحد تقلب في هذا ولكن عابرة، هذه هي مرحلة عابرة بالنسبة للخضر. وكاين كذلك كانت نقلوا من الموسم ديال الخريف للموسم ديال الشتاء، هو كيأثر على علينا البصله ديال البصله اليابسه. صافي غادي تكمل دابا وجايه الخضراء. دونك هذه العوامل اللي وقع هو ان هاد السلاسل الكل تلاقاو في هذا الوقت، ودونك كل مره راه كان خلال السنه حاجه كتغلى كتهبط كتهذا، واليوم كل شيء جا في مره من خلال هذا الاضطرابات ديال هذا. ثانيا عندنا تداعيات ديال يعني كورونا فيما يخص سلاسل ديال الحيوانيه اللي وقع فيها الاضطرابات، وماشي غير كورونا، هادشي بدا من قبل كورونا، من المقاطعه على القطيع ديالنا وقع فيه خلل، جات من بعد الكورونا ديال 3 سنوات تقريبا، 2.5 3 سنوات ما كانش فيه التلقيح، داكشي التلقيح الصناعي باش كيعاود يتولد ما كانش. دونك داك الشيء فين كتشوفوا على التاثير على هذه السنوات. هذه السنه الماضيه اللي كان خصنا باش نسرعوا في داك الشيء كان هذاك الجفاف مطول، حتى هو عطانا واحد تاخر في هذا. واليوم وصل واحد الاخر، راك شفت الحليب كان فيه اشكاليه راه تعالجت، واليوم اللحوم يعني ديال اللحوم الحمراء واللي القطيع ماشي انه ما كاينش، كاين ولكن الانتاجيه ديالو من خلال كاع هاد العوامل ديال الاعلاف وهذا هابطه ولكن ظرفيه. فالحلول اللي عملتها الحكومه هو باش تعالج هذه الظرفيه، وكاين عندنا كذلك حلول استراتيجيه لاعاده التوازن ديال هاد سلاسل الانتاج يعني في المستقبل. الحلول الظرفيه هو هاد الشيء اللي كيتذبح اليوم خصنا نجيبوه من الاستيراد باش ما نبقاوش نذبحوا هذاك الشيء اللي عندنا اليوم، باش يبقى لنا لاعاده تشكيل ديال القطيع. دونك طلقنا هذه ماشي من اليوم، راه من الشهر ديال اوت وحنا خدامين على هذا الشيء، تحيدات الرسوم الجمركيه اللي هي 200%. علاش كانت 200%؟ كنا باش نحميو القطيع الوطني، واليوم خصنا غير في هذه الظرفيه درناها لواحد بعض الشهور باش يدخل، باش هذا الشيء اللي كيتذبح يجي من برا، يعني باش ندوزوا هذه المرحله. ثانيا ملي طلقنا هذا الشيء تبين بانه الاستيراد ضعيف. علاش؟ لان الاثمان على الصعيد العالمي عاليه كثار من هذا الشيء اللي عندنا، يعني ما داك الشيء ما حلناش الاشكاليه. فمشينا حيدنا الرسوم ديال التي في ديال القيمه المضافه، وهذاك الشيء اللي خلانا باش يتسرع هذا. دونك هذه اسبوع وكاين الاستيراد، واليوم الاثمنه استقرت هذه واحد 4 ايام، ودابا راها كاينه في الانخفاض. اليوم كاين شي 5 دراهم في الاسواق، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وباقي الاسواق، وهي غاديه ان شاء الله. وكاين درنا كذلك نفس العمليه فيما يخص الاغنام، لان حتى الاغنام حتى هي كتمول السوق
ما يخص اللحوم الحمراء. فالأغنام حتى هي حيدنا لها الرسوم لا الجمركية ولا القيمة المضافة باش تكون عندنا إعادة نحافظوا على يعني القطيع اللي عندنا خصوصا الأكباش العيد الأضحى المبارك إن شاء الله. مثلا منع التصدير سمعنا دار هيئة ميزانية وتبقى منع التصدير الإفريقية، واش غادي في هذا القرار ديال منع التصدير في حالة يعني غيتضر السوق الوطني؟ دابا اللي كاين وراني قلتها والبارح على التلفازة فسرت مزيان بأنه الإنتاج الوطني يعني وحدنا واحد المعادلة، وهذا الشيء ما كنديروهش غير بوحدنا يعني بالتشاور وبالتنسيق مع المهنيين وبالالتزامات ديالهم، هذا الشيء اللي مهم. عندنا إنتاجية اللي أولا خصها تمشي لنا لتمويل السوق الداخلي، وثانيا كتمشي للتصدير، وكاين بعض المواد اللي كتصدر اللي ما كتكونش في العسائل الوطني. فهذه عندنا هذا التتبع مع المهنيين وهم ملتزمين معنا، وعندنا كل أسبوع واحد اللجنة يعني مشتركة مع المهنيين واللي كتتبع تمويل ديال الأسواق خصوصا الأسواق اللي هي كبرى بحال دابا إنزكان. لا شوف ماشي من معنى كنديروا له لا ريغولاسيون ديالو كنقصوا به، فهمتيني؟ كتنقص من اللي غادي يكون، لان الا منعتيه كله وغدا هبط لك داك الشيء كله هنايا كيفاش بغيتي الفلاح ينتج؟ ما يمكنش. دونك خاص نحبسوه في واحد المستوى اللي غادي يهبطنا الثمن على الصعيد الوطني. ملي كيهبط الثمن على الصعيد الوطني وكيكون هذا كنخليوهم يصدروا داك الشيء اللي عندهم العقد مع برا، ولكن كنقولوا بين الاولويه للسوق الوطني، ودابا هذا الشيء اللي حنا عاملين به الان مع يعني مع كل المنتجين. ما يمكن لكش تمنع السوق. لا كاين عندك طماطم، عندك البصل، وعندك يعني البطاطيس، هادو من يعني الاولويات ومن الاساسيه واللي ما يمكنناش يعني هذا خصنا واحد. وحنا هذا التوازن كنعرفوه بانه ظرفي، وهذا الشيء عملنا به العمل السنه الماضيه، هذا الشيء ماشي جديد. السنه الماضيه كتعقلوا كانت طالعه مطيشه وهذا راه مع المهنيين حلينا الاشكاليه. دونك هادو هما المعادلات والتوزيع ديال والتنظيم ديال التوزيع اللي خصنا نوصلوا له ان شاء الله في المستقبل باش ما يبقاش يخلي لنا هذا 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 هذه الاشكاليات ديال هذا. ولكن هذا الشيء راه متوقع ماشي انه ماشي متوقع. دوك المهنيين راه كيخرجوا كيهضروا على هذا الشيء كيفسروه، وحنا مستمرين معهم. ولكن هذه الظرفيه ان شاء الله بالنسبه للخضار تطلع الحراره لانتاج غادي ان شاء الله هذا، ولكن ريثما يطلع الانتاج حنا راه كنقولوا الاولويه للسوق الوطني قبل يعني التصدير. هذا هو غادي نمشي للبلايص ديال الانتاج ان شاء الله. يعني كيقولوا بان هذا اللقاء هو اللي غيحدد يعني بشكل كبير الاسعار اللي غتكون في رمضان. لا ماشي غادي يحدد، هذا لقاء اللي غادي نزيدوا ندقوا فيه يعني تنزيل ديال التدابير. التدابير راه التدبير يعني غادي نعرف كل يعني ضيعه شحال كتنتج وشحال بغى يصدر، وداك النهار يقول لك شحال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.